عيد عمال عالمي بامتياز في جنيف. قضايا الشعوب وحقوق العمال امتزجت في تظاهرة عمت أرجاء المدينة. الهتافات والشعارات توزعت بين مطالب العمال وذوي الدخل المحدود في سويسرا إلى مناهضة الرأسمالية العالمية وصولا إلى فلسطين وعمالها. المنظمات الحقوقية السويسرية الفلسطينية التي شاركت في التظاهرة رفعت شعارات الدعم للفلسطينيين بمواجهة قوات الاحتلال، وجددت الدعوة للسويسريين بمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي تغزو الأسواق. يجب أن نواصل الضغط على الشركات والحكومات والنواب من أجل وقف التعاون مع الحكومة العنصرية الإسرائيلية، وعلى الشعوب أن تعلم أن إسرائيل هي نظام فصل عنصري، وفي القرن 21 هذا الأمر لم يعد مقبولا. تظاهرتنا اليوم هي للتضامن مع العاملات والعمال في كل العالم، ومن أجل احترام حقوق العمال ضد الاستبداد، ولا سيما الناتج عن الاحتلال والحروب. نحن جميعا فلسطينيون، عبارة رددها مناصرو القضية الفلسطينية إلى جانب شعار الصهيونية هي الإرهاب وتحيا تحيا فلسطين. اليوم التضامن الأممي مع عمال العالم لا يمكن تناسي الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الهجمة الصهيونية اليوم على القدس، وبالتالي وجود اليوم تضامن أممي مع فلسطين هو حلقة أساسية من أجل مناصرة الشعب الفلسطيني وانتصار الشعب الفلسطيني على هذه الحكومة العنصرية الصهيونية. في تظاهرة جنيف دعم من مناصري الرئيس البرازيلي السابق والمرشح الحالي لولا دا سيلفا إلى فلسطين. لطالما دعم لولا حق الفلسطينيين في نضالهم لتحصيل حقوقهم، وأنا أعتمر الكوفية وأحمل صورة رمز النضال في أمريكا اللاتينية تعبيرا عن ذلك. في التظاهرة شعارات كردية مناهضة للسلطات التركية وأخرى تبرز معاناة شعوب بعض دول أمريكا الجنوبية، وأغان ثورية لاتينية وفلسطينية. عيد العمال العالمي مناسبة حولتها منظمات الشراكة السويسرية الفلسطينية ومنظمة مقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى مناسبة لدعم العامل الفلسطيني وللتذكير بوجود بضائع إسرائيلية تغزو الأسواق السويسرية وجب مقاطعتها. مصعص جنيف، الميادين.